يعني افترض نص الدرجات عليك. إذا سلمت هدول التنين أو هذا معهم بيكون هيك أنت موافق. يعني مشروع الكوبل هو المهم جدا، تمام؟ كيف إحنا بنعمل هذه الحركة؟ هي عندي المشروع، بدي أجي أحفظ سيشن فايل المرة بصير قديش نعمل السيشن إكسبور، قلنا فراولة بنيجي عندنا سيشن الآن هم نحفظ اسم المشروع وهان وين مكان الحفظ يا جماعة، وبعدين في عندي إيش؟ سيف كوبز، يعني عملي نسخة من ملفات الصوت اللي أنا مستخدمها. نحدد هنا نقطة ونقول بدنا نحفظ على سطح المكتب، نسميه اسميه هذا ملك أبو عبدة. ملك أبو عبدة. نعمل هالمشروع واحد اسمه أوكي. الآن صار عندي نسخة من ملفات الصوت اللي بالطقطق القاعدة، وهي اسم المشروع وموجود في المجلد. هذه إذا ما حطيتهاش يبقى أنا مشروعي مش حينتسك الملفات فيه. ونعمل أوكي. الآن بيعمل لي ملف تراك وحفظ. نيجي على صفحة المكتب ونشوف ملك، هي ملك. نفتح الفيديو، إيش نسخ لي يا أستاذة؟ مشروع، وهنا إيش تسمين؟ كوبل، يبقى هيك مسلماني صح. لو فتحت هذا الملف من أي مكان في الكوكب هيشتغل معي. تمام؟ طيب نيجي نشوف الصوت، نسمع مع بعض. إذا في عندنا أخطاء ونعدلها. تحية وقبلة وليس عندي ما أقول بعد. من أين أبتدي؟ أول الصوت. واطي. واطي ولا عالي؟ واطي. طيب وين الصوت تبعها؟ هو هيك. بس كان أعلى. كان أعلى من هيك عن جد. شوفوا الليفل. تعلم. إيش في؟ شوفوا الليفل، أنت ما تسمعوش الصوت. آه. سمعوش الصوت، شوفوا الليفل كلامها صح، بس هي زي يمكن من الأكشن تبعها. شوفوا الليفل. بدي أرجع بيت. أنا بدي أسمع الصوت لحاله. بدنا نعليه، تعليه يمكن أنا أسمعه. بدل ما أروح أفتح واحد واحد أقول علّي فيه، خلاص طالما عندي أكثر من مقطع بعلّي هنا. برنامج صغير. تحية وقبلة وليس عندي ما أقول بعد. أنا أحط 10 مثلا. من أين أبتدي؟ حلو 10، نسمعهم مع بعض. الموسيقى يعني كثير واطية فبعليها شوية. لحظة أنا بنعدل أخطاء عشان أستفيد. وأنا بعدل كمان بعلّي أكثر. بعلي الموسيقى كلها، فيش أي مشكلة. هي عليت الموسيقى هنا وعليت الليفل تاع الموسيقى اللي هي حطاها، شايفينه؟